يبدو أن الرغبة الدولية الحقيقية لدعم العراق على تجاوز أزماته جنت ثمارها. قمة مجموعة الدول السبع الكبار أعربت عن دعمها الكامل لسيادة العراق ووحدة أراضيه. لعل هذا الموقف يشير بشكل أو بآخر إلى مدى جدية تعاطي المجتمع الدولي مع الملف العراقي، لا سيما هذا الوقت بالذات الذي يستبق الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في تشرين الأول أكتوبر المقبل. بيان مجموعة السبع أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة وقوات الأمن العراقية والبيشمركة في نجاحها في الحرب ضد تنظيم داعش وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، مشيرا إلى تأييد الدول المجتمعة لقرار مجلس الأمن الدولي ودعوته لإشراك مراقبين للانتخابات وتحقيق انتخابات حرة ونزيهة. وحثت الدول السبع المواطنين العراقيين على المشاركة في تلك الانتخابات. لم يقتصر البيان على ذلك فحسب، إذ رحبت الدول بجهود الحكومة لمحاسبة الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون المتورطة في هجمات على قوات التحالف الموجودة في البلاد. وربما يشكل تعاطي الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية للوضع الراهن محط أنظار العالم لما يحدث من استهداف للناشطين والمتظاهرين بالقتل أو الاختطاف، فضلا عن السلاح المنفلت والهجمات على قوات التحالف بين الحين والآخر. لذا بات من الضروري أن يلعب المجتمع الدولي دورا أكبر كما يرى مراقبون، في ظل الأوراق المؤثرة التي تمتلكها تلك الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة من خلال الدعم المقدم للحكومة العراقية بالمساعدات الأمنية والعسكرية. بالعراقي يناقش بيان مجموعة الدول السبع الداعمة لسيادة العراق وإجراء انتخاباته المقبلة. علي كريم لبرنامج بالعراقي.